شباب، طبعا اليوم راجع بمقطع جديد من لعبة جروتوبيا، واليوم كامل موتا. الحين اكيد ناس بيجون يقول لي انت ما تاكلهم مره، انا اكلهم بس هم وصلوا 20 يوم بالضبط وموتوا. مهما على الناس انا كنت ابوهم وموتون عم بايا اسوي غرفه هني بس يصير ده. كلهم يخوفهم ميتي، هاي وخليها يمكن بعد نشيلها مار. مللون بقى ما تكسرهم بسرعة. طيب اوكي، الحين يبالي عاد تصميم بحط جيلان. قاعد افكر اني احط واحد هني وواحد هني بس مرة ما بروح برجع بس دقيقة. اشترى من عدا اشترى بعد كتاب بشوف لي ام بكتاب ابا اشتري، في بالي فكرة بسويها. اوه والله من فضل الله، ان شاء الله راح اصوح يبيع كتاب. والله يبيع فلافت واللات ما في كتاب. وش ده كان عندنا فعلاً بس ما أعرف شو بعرف. إن شاء الله هذا هو، ما متذكر كنا كان هنا عندي واحد أو شكلي أخذت كمان منه. شوف ما في خبر على ما إيه كنا روت شفت في كذا، كنا شفت في كذا بس ما أدري. لما حصلت عافية حين بقطع التصوير جابني على ما هاي خاطر فيه ما يمكن اشتري شي لفني على السريع. زمان خاطر فيه سيدي اشتريته بعقولي ولا وش جاي يا ابن هني. وش هالحولة، حتى لو 1 pound بشتريه.
مشكلة ما اعرفش اسمها. وقتها التصوير لما حصلها صبرت يا صور، انا اتأخرت على اوكي، بس سكت التصوير تقريبا اقل من دقيقة حصلته. هذا هو اللامبوي فلافا بون بعد. يلا بسوي حاليا الكتاب خليه مني، تعرفون بعدين ليش ابوي. اوكي احملني احملني، قاعد افكر اشيل جيران بس مره كم بعدين اشيله. احملني اوكي اوكي خلي الوسيلة خلي خلي اوكي هني بخلي الغرفة حق اللي يبغى يساعدني مثل دلان. دلان كله يفاولون، اشيلهم واردهم يفاولون. ما شاء الله يعني بعد تعطونا هاي عاطني، ولا حسين اكس جي عاطني هاي اللي يعرف وش يكتب لي. ما ادري والله، احبك احلى يوتيوبر. شكرا والله. شوف مني هاي بعد بلاوي القبعة، مشكور والله اللي اعطاني هاي اسمها. هاي بعد ما ادري وش اسمها، ها حاط قرن الشيطان قال لي احبك. ما ختمكم مساعدي فوالات، ايوه مساعدي فوالات هي صح. سو حطيت جبعة يمكن انزل عنها مقطع وبس. كان هاك المقطع، لا تنسون لايك الاشتراك. وهاي الغرفة بتكون عن شو اسمه، مرة كل اسبوع كل اسبوعين بجي وبسوي دروب لكل اغراضي وبشيل الاشياء اللي انتو اعطيتوني اياها. ويعني الناس اللي يعطوني ولات تجيب بحط اسمهم في هالكتاب. اي وفي شخص يعني صدق صدق ساعدني. ساعدني في شنو؟ يعني انا مو قلت لكم في واحدة من الحلقات اني احتاج هالاغراض اللي يقدر يجيبهم بشتريهم من عنده. ناس واجد جابوا لي، بس هذا SA00SA والله ما قصر. احسن واحد جاب لي اغراض واجد، ما يقصر صراحة. فشكرا يعني وبس. كان كل مقطع لا تنسون لايك الاشتراك. والحلقة الجاية بتكون عن السلسلة، بتكون حلقة بعد بلاوة بقعة بيع دلين، نشوف كم بنحصل ويلا.